السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تدور على وظيفة من خلال الفيسبوك وتستغله استخدام كويس؟ خليك افتح صفحة رئيسية وبعد كده قول له سينور وهتلاقي جوبس. هو بدأ يدخل حاجات جديدة في قلب الكون بتاعته، يعني بدأ يبقى فيه ان انت تشتري حاجة وتبيع حاجة وهكذا. طيب هقول له جوبس. تقريبا 70% من الحاجات اللي موجودة على الفيسبوك الناس مش مهتمة بيها، الناس مهتمة بس بالشات أو بالأخبار، إنما هو عرض خدماته هو نفسه عارف إن مفيش إقبال عليها لغاية دلوقتي، يعني تقدر تبيع وتشتري من خلال الفيسبوك. طيب هتيجي هنا مثلا تقول له أنا عايز مثلا وظيفة مثلا إنجينير مثلا أو أي حاجة، تمام؟ هيبدأ يعمل لك سيرش ويبدأ يجيب لك الوظايف الموجودة، تقول له أبلاي ناو، تبدأ تدخل على صفحة الطلبة وظايف. سيبك من ان الواحد يبقى كاتب حاجة ويقول لك اكتب سيب كومنت او حاجة زي كده، الحاجات دي كلها بتبقى اشتغالات، انما هنا بتلاقي فعلا الوظائف اقوى. ولو انت بتدور على وظائف فعلا خش لينكد ان، لينكد ان الشركات بتحط عليه اكتر من الفيسبوك بكتير، تمام؟ بس زي ما انت شايف مجرد انت تدور هيقول لك، هي تقول لك مثلا في الدوحة تقدر تغير المكان، طب فول تايم، طب بارت تايم، طب تطوعي، طب الكاتيجوري اللي موجودة ايه، المجال اللي انت عايزه. يعني كنت تقول له انا عايز الحاجات اللي هي الارت اند ديزاين مثلا، بس طبعا هتلغي الكلمة ديت وتدي له اي كلمة تانية مثلا، هيبدأ يجيب لك الحاجة دي متوفرة قد ايه.